وللمزيد حول ضوابط عودة صلاة الجمعة ينضم إلينا مباشرة مراسل أخبار مصر وليد هيكل من ديوان عام وزارة الأوقاف. وليد، بعد التحية، كل عام أنت بخير. ضعنا في أهم الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى. نعم جورج، بالفعل متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف حول ضوابط وإجراءات وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة. كما أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالأمس برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، فبعد أن أقيمت الصلوات الخمس يوم 27 من يونيو الماضي، تأتي اللجنة بالأمس بقرار جديد وهو عودة صلاة الجمعة بدءا من 28 بإذن الله من الشهر الجاري. لكن عن الضوابط والإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الأوقاف والتي سوف تقرها لعودة صلاة الجمعة، يسعدنا أن ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة وزير الأوقاف، ماذا عن أهم الضوابط والإجراءات لعودة صلاة الجمعة بدءا من 28 من الشهر الجاري بإذن الله، بعد أن أقرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالأمس؟ بداية، كل عام وحضرتك وجميع السادة المشاهدين بكل خير بمناسبة العام الهجري الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عام الأمل وعام العافية لمصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. في هذا العام إن شاء الله مع بداية أطلقنا مبادرة الأمل، وجاء الأمل بهذه الانفراجة التي نهنئ الجميع بها، وهي عودة صلاة الجمعة ابتداء من 28 من الشهر الجاي من الجمعة بعد القادمة بإذن الله تعالى. هي نفس ضوابط الصلوات العادية من مراعاة التباعد بين المصلين، الالتزام بالكمامة، المصلى الشخصي، عدم فتح دورات المياه، وأن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق. وبنأكد أن هذا مرتبط بهذا الظرف. احنا قبل كده كنا بنقول في حدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة، لكن مراعاة للظروف وحتى لا يجلس الناس فترة طويلة في التجمعات في هذا الظرف، وهي تحقق المقصود الديني وليس فيها أي مخالفة شرعية على الإطلاق، تحقق المقصود الديني. وبنوجه رسالة مهمة جدا جدا جدا، عندما تزال أو تزول الجائحة تماما وتعود الحياة الطبيعية، يكون النزول للجمعة واجبا على الجميع، أنك على كل بالغ عاقل مسلم للصلاة، فهي فرض. ولكن في ظل الظروف الحالية وفي ظل إجراءات التباعد والفتح التدريجي لعودة الجمعة، لا حاجة على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرا في بيته، سواء كان من كبار السن، من أصحاب الأمراض المزمنة، كان لديه شيء من التخوف من التجمعات، أو كان لديه يصلي الآخرين وقال لو نزلنا جميعا لم يسعنا المكان، فأنا سأسر الآخرين. فمن صلى ظهرا في بيته فلا حرج عليه، ومن نزل فيراعي جميع الإجراءات التباعد والضوابط، فإن وجد المسجد قد امتلأ عاد إلى بيته وله كامل الأجر والثواب. يجب ألا نتزاحم، وقلنا عندما فتحنا المساجد للصلوات لو التزمنا هيكون ده مقدمة لفتح صلاة الجمعة. الحمد لله لما التزم الناس فتحنا صلاة الجمعة. احنا عايزين الالتزام لأمرين. الأمر الأول عشان نستمر ولا نضطر إلى إغلاق جزئي أو كلي لأي شيء، سواء لدور العبادة أو لغاها، حتى تعبر مصر هذه الجائحة بإذن الله ويكون صفر إصابات، ثم تزول الجائحة إلى أن يصدر، إلى أن تصل اللقاحات اللي مصر الآن بدأت إن شاء الله بتبدأ في توفيرها بإذن الله تعالى، وخاصة إن في موجات تصاعدية في كثير من الدول. فلا يظن أحد إن فتح الجمعة معناه إن الجائحة انتهت، لا، نحتاج إلى الالتزام وإلى التباعد وإلى الإجراءات الوقائية حتى نعبر ببلدنا. ونسأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا العودة إلى غلق بيوته مرة أخرى. سيادة الوزير، بعد الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف الآن ونحن في هذه الأيام المفترقة، ماذا عن توزيع كميات سكوك لحوم سكوك الأضاحي على مستوى محافظات الجمهورية؟ نعم حتى وليد. الآن بداية أنا بوجه شكر خاص لكل شركاء هذا المشروع، وبخاصة الهيئة الوطنية للإعلام،
كان لها دور كبير جدا معانا. الحمد لله ده علامة من علامات تكافل الشعب المصري. بلغت مبيعات صكوك الأضاحي ما يزيد على 115 مليون جنيه بزيادة نحو 11 مليون جنيه على العام الماضي. وفرنا أكثر من 1200 طن لحوم، وبيتم التوزيع بواقع 15 طن تقريبا يوميا، وبمنتهى العزة والكرامة واحترام آدمية الإنسان. كل شكر لحضرتك سيادة وزير الأوقاف. إذن زميلي جورج، كانت هذه أهم الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة يوم 28 من الشهر الجاري بإذن الله. شكرا وليد هيك المراسل أخبار مصر، والشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. كل عام فضيلة.